خلينا بداية نعرف ما تم في صفقة تبادل الرهائن والأسرى بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية حتى الآن. المعلن هي حقيقة لا يوجد هناك أي أسرار، يعني كل ما حدث امبارح المشهد، خلينا أقول يعني المشهد اللي احتل التلفزيونات العالمية في المعبر، معبر بين رفح ومصر، طريق النقل شكل طريق في حالة كان من الاعتزاز الوطني الفلسطيني بما حدث، لأنه الفلسطينيين وسط هذا الدمار الغير طبيعي الذي لم يحدث بالمناسبة في تاريخ الشعب الفلسطيني ولا الوطن الفلسطيني، جرائم هوى على الهوى السلطة، كان منظر مشهد حقيقة خلينا أقول احتفالي وسط المأساة، إلى جانب أنه يعني كان انعكاس لواقع هدنة، احنا انا سميتها شخصيا هدنه من الموت، يعني عندنا 4 ايام هدنه من الموت المؤقت الى ان انتهي، ونامل ان تتمدد الى حد كبير. ما وطبعا يعني كان لابد انه الناس تتفاعل مع هذا الموضوع، جزء منه يعني انه تلقى يعني بده يلتقي بمن خرج من الاسرى الفلسطينيين وخاصه النساء والاطفال، وايضا من سيخرج، وهي مسألة بالنسبة للفلسطينيين دائما جزء من الضرائب اللي بتدفع، أحيانا بين الفرح يعني نفس الفلسطيني بفرح وبيبكي في نفس اللحظة، يعني عندنا احنا خليط سيكولوجي بين الاستشهاد والفرح في نفس اللحظة، أي شعب بفرح شعب يبكي، يعني يبكي بالمعنى على الشهادة إنه فارق شخص ولكنه يفتخر بالاستشهاد يعني.